شوفي الله لا يوفقك. شو شوفي لك شو هاد فواكي؟ والله جد ليكون ماني مشتري انه فواكي، ما مضروب على قلبي بعرف انه فواكي. من ايش هالكيون؟ اشتريتهم من عند السمان. ولي بدي اشتريتهم؟ ما بعرف يعني هيك بشي 5 براغيث. شو 5 براغيث؟ ولك انت مجرمة، انت سفاحة. ايه وشو هالشغلة؟ مصرية وانا حرة فيهم. ولك والله صدقوا اللي قالوا، صدقوا اللي قالوا، الفقر ما بيتعدى على حدا، ما بيتعدى على حدا. لك يا بنت الحلال، يا بنت الحلال لو اعطيتيني اياهم لخبي لك اياهم ما كان احسن لك واستر؟ لا لا احسن لي ولا استر لي. طيب الموز اعطيني وحده ندوقها. يا مو على اساس صايم؟ ها ايه صايم، صح صايم الحمد لله. لكان صايم ما قلتي لي ما رحتي عند مشاهي؟ لا ما رحت، هلا بدي اروح. إيه لكان ما بيصير يا حرمه، واجب لازم تروحي. يلا يلا قومي قومي روحي يلا. يلا لك 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 وين اخذتي انا دور؟ لبيت ام شاهر، مو حلو يفوت لعندهم وايدي فاضيه. ها على اساس بيت ام شاهر كثير عاوزينك، ما عندهم فواكه. لا مو ناقصهم، بس هيك بيعمل الواحد قدره قيمه لحاله وبيقوم بالواجب. بدخيلك دخيلك انت واجبك ست راسي، دخيلك انت واجبك كثير موجبه، كثير صاحبة قدر وقيمة. ولك يا بنت الحلال، يا بنت الحلال هدول حاطين حقهم دم قلبنا، نحن اولى فيهم. مصريي وانا حرة فيهم. طيب الله يوفقك، خلي لك كم موزة كم برتقاني باكلهم بعد. الذهبات الذهبات لك الذهبات. خلي لك يا أمي كتفاري كتفاري، هنخبير شكل أبيض ليومك الأسود. يا أمي والله يا أمي كل أسود، أنا والله كل أسود كل قولي لا، الأحلى تطلب مقدمة ومؤخرة. قولي والله بيخرب بيتي. خليني لحق خليني لحق ورجعها قبل ما تعمل لي شي طرني بالحارة. قوم قوم يا ولد. والله ليش تحكي علي انا كركون يا سيدي؟ خلصنا يا ابن نجيب، كمان الولد متضايق على امه. يا سيدي يضرب هو امه. ايه ابن نجيب من شي داسي؟ كنه اهدى واحكي لي شو صار بينك وبين حرمتك بالتفصيل. الله احكي لك ما صار شي يا سيدي، الحرمه طلعت حراميه حراميه يا مختار. لا حول ولا قوه الا بالله، ما منك خواص ما منك خواص. انا تعمل اليوم رايح بدي يصير اسهر بالليل ونام بالنهار، ما في غير هيك. الله يلعن الشيطان يا ابو نجيب، الله يلعن الشيطان. لكن والله على اللي كنا عم نتونس فيها
بس انت كمان الحق عليكم نجيب، انت الحق عليك. ايه ما كان لازم من الله. يا عيني عليك يا ابو فهري، يا عيني عليك على الفكره. ايه شو بدي احسن من هيك؟ هيك باكل ببلاش وبتضيع وبنام. خليني بكره من طلوع الضوء اذا الله راد بنتيسر لفوت اكل لي زبيبتين زيتونتين اسمت حالي احسن شيء. من انتو؟ لا يخرب بيتكم، من انتو؟ لا تخافوا يوم، لا تخافوا، هذا جده، انت عمي ابو نجيب، اكيد ماني غلطانه. لا ماني غلطانه، منو حضرتك ستراسي؟ تعالوا يا ولاد، تعالوا سلموا على جده، بوسوا ايده. بوس بوس منيح ولا بوسي؟ لا تدعي عليه بالكسر. منو حضرتك بلا زفره؟ انا مرت نجيب عمي. مين نجيب؟ ابنك. ها ايه ابني، ايه صح. ايش كني ما فرحت فينا؟ لا ست راسي عاوزه بالله، شو ماني فرحان؟ ما شايفتيني؟ راح اموت من الفرح. يلا عمي يلا فوت لسخن لك شويه مي مشان تغسل وترتاح عبين ما يصير الاكل. ايش عملت لك تشكيله كباب؟ رح تاكل اصابيعك وراها. كباب يعني كبه؟ ايه كبه. كبه بلحمه ولا بلا لحمه؟ لحمه عمي بلحمه، ليش بيصير كباب من دون لحمه؟ منين شفتوا اللحمه؟ من عند القصاب. لك من عند القصاب؟ لك ليش هالبعزقه؟ ليش المصاريف بلا طعمه؟ يوم اعطيني دروب ساي. جدو جدو خد نصلك مصين منها واعطيني اياها مشان اخبيها لبكره. عيب يا ولد ما بيصير هيك. شو ها؟ ايه ها؟ مسكي يوم خبي لي اياها لبكره. والله يا عمي هذا ابن ابنك بيسود الوش، الدروب ساية بيضل يمصمص فيها يومين ثلاثة ما بعرف لمين طالع. شو عليه لك عمي؟ شو عليه؟ الولد حريص، شو فيها؟ لا عيب ولا حرام، الله وكيلك بفيدك لقبرتك. لكان وين السيد نجيب؟ ماني شايفه. راح لعند عمه يجيب خواته. شو ها؟ لسه كمان بده يجيب خواته؟ يا حبيبي. ستراسي كأنه كتار الحطبات، ما هيك كتار شوي ما؟ خلص عمي المرت الجاي ما بكتر حطب. عمي لا تأكل وتنزع غداك شوي وبيصيروا الكباب. مو مشكلة ستراسي، مو مشكلة، زيتونتين هني، هنا زيتونتين ما مشكلة. أقول لحالي لمين طالع هالولد. شو عم تقولي ستراسي؟ شو تفضلتي؟ سلامتك سلامتك عمي، ما في شي. سلامتك سلامتك، كل شي خربان بتلاقيه بتكبيه، وهي الكركبة كلها بكره بتحرقيها. شو؟ شو تحرق؟ وبيت المونة اللي تحت بتعزليه كله، بتشوفي الجرار اللي فيها لحمة خربانة كمان بتكبيها. يا لطيف يا لطيف، لك شو تكبها ما تكبها؟ لك ابني دمع اللي حاطه فيها، داست راسي. لا لا تكبي شي، لا تكبي شي، الله يرضى عليك. يا لا تردي عليه، بتساوي مثل مالي عم قلك. حاضر ابن عمي. حاضر؟ ان شاء الله بتحضر منيتك انت وياه. لا ست راسي مو حاضر. يا بي والله انت ست زلمه كبير، صار لازم تقعد مع كباريت الحاره، ومسائل البيت ما تتدخل فيها بنوب، واذا كان على المصاري ما تاكل هم، انا بتكفل مصاريف البيت كلها. ايها ولك ابني، ها هذا الحكي اللي بينحكى. اخي اعطيني انت مصروف البيت وانا بصرف عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي الحال، نحن بهالكم يوم مسافرين على حلب، وبس نرجع نحكي بهالموضوع. شو بدك تساوي بحلب؟ بدي صفي كل حساباتي هنيك واجي اسكن هون. هون؟ خليك بحلب لك ابني، ما في صندوق عجايب بحلب؟ يا بي الله يرضى عليك، هي شغلة صندوق العجايب بطل لي اياها. يعني والله مو حلو بحقك، انت صرت زلمة كبير ومقدر، وهي الشغلة مو من مقامك. شو مقامي؟ ما مقامي سيدي؟ شو مقامي؟ حبيب قلبي مقامك جيبتك، معك برغوت بتسوى برغوت، ما معك برغوت ما بتسوى شيء. هيك ستك الله يرحمها علمتني. يوم انا خبي لي حصه على جنب، هلا باكل شوي، بكره شوي، بعد بكره شوي، ايش رايك؟ لك ابني انت كول هلا ولبكره فرج ورحمه. يوم مرتخي مرتخي. ايش في؟ خبها مصحون، الله ابي بيجي بخانقها. اهلين عمي تفضل.
الله لا يوفقكم. لك شو هاد؟ لك ليش هالبعزقة هاي؟ ولك عمي؟ لك ليش هالمصاريف اللي بلا طعمة؟ ايش بك عمي؟ ايش في؟ ايش في؟ ولك هاي الحواري اللي عم تتحرقوها وتحطوا لي اياها قدام الزعران والسرسرية تحت ولسه عم تقولي لي ايش في؟ عمي انا ما دخلني، ابنك هيك بده. ابني؟ يا الله لا يوفقه لابني. ليش هذا ابني؟ لك جده؟ انت شو متحمله لابوك؟ اه شو متحمله؟ الله يسركن يكون معكم. رايحين بالبابور عمي ما هيك؟ اي والله. الله يسركن يا رب. دير بالك على الحريم ها. ما تاكل هم بعيوني عمي. يلا خاطركم. الله معك. ايه يا ابي مثل ما وصيتك. افتح بيتك للكبارية، يعني هاي الغرفة فرشناها من اول وجديد، وسكر وشاي وقهوة مرة كله موجود عندك. بقى ما بدها يا ابي، افتح بيتك وعزمها الكبارية، تتسلى انت وياهم. يا ابي ما بسخى. لك ما بسخى، شو بدي كذب عليك؟ ما بسخى يا ابي. حاول يا ابي حاول. وهذا صندوق العجائب، خذ اليوم بيعه وريح لي حالك، الله يوفقك. اهلين ابو عادي. لك اهلين ابو ابراهيم، شلونك؟ والله الحمد لله. شو وين يا ميسر؟ والله مسافرين على الحلب، في لنا كم غرض هنيك بدنا نجيبهم ونجي. يلا ان شاء الله مهون يا رب. الله يسلمك. ابو عادل ما بدك توصايه. الوالد اماني برقبتكم، يعني شو ما بيحتاج من الدكان يعطوه. من شان المصاري ما تاكل هم، بس اجي انا بحاسبك. ابشر. لا سيد راسي لا، دي بالك ها؟ كل شيء للدين. حبيبي وعيني على جبل تروي. هذا ابو صلاح البرغوت بجيبته بفقس. الله يسامحك عمي ابو نجيب، الله يسامحك. روق ابو عادل، الوالد عم يمزح معك مو قصده. الله يسامحنا جميعا سيدي. خاطرك يا بي. مشتاقلك يا عم، دير بالك على حالك ها. مهونة. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. براسي عم تروح ومحمد كذا خالي عليكم هذا اليوم خير. والله في عندي شوية ضيوف من الضيعة جايين بدنا نعشيهم حتى تشوفهم هذي. تفضلوا جميعا تعشوا معنا. الله يسلمك. الله يسلمك. والله بعيدكم صلاة كثير، الله يعطيكم العافية. عليك سليم. عليك فقي. الله يخلينا فقي. كم راس بيطلعوا هدول؟ عندي خمسة تاجراسي، خمسة. يا ترى بيكفوا؟ ما بيكفوا سيد راسي، ما بيكفوا. شو عم حكي؟ طلع لهم بصل تعال. ما في، ما في شيء. نط على سمول عطيه جيب لك كام راس شباب. هلا بجيب لك من سمول عطيه، قديش بدك بجيب لك؟ يعني بتقدر تجيب. لعيونها. ماشي. والمقادم كم واحد بيطلعوا؟ 25 مقدم. ما بيكفوا سيد راسي. سيدي يا افتح بابك وافتخر، يا سده وستير. بدك تفرد ايدك حبيب قلبي، افتخر سيد راسي افتخر. خذها شباب. امنتوا بيالله على هالنهار، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عم يا ابن نجيب شو رايك اخذهم كلهم قشة لفة؟ يسعدني ربك واحلاك. سيد راسي انت هذا الحكي من حكي ها؟ شوف شلون؟ عمي حط لي اياهم كلياتهم واحسب لي قديش حقهم لاعطيه. بامرك عمي بامرك. زكاتك وصل لي اياهم على البيت. لعيونها. شلونك سيد راسي؟ اه هيا ابو نجيب. مهوب يا سياد؟ بينا ابو نجيب. شلونك سيد الفقري؟ اهلين. احلى الفقري والله. لوين يا مهوب؟ شو لوين سيد راسي؟ على عزيمة. لوين يعني؟ انو عزيمة؟ لك عزيمة الروس مادب شبكم؟ شي لا تكون عزيمة ابو محمد. ايه سيد راسي ابو محمد، شو ماكم معزومين؟ ماكم رايحين يعني؟ لك يا ابو نجيب، ابو محمد قال هيك رفعتك، شلون ابطا انت؟ رفع شو سيد راسي؟ رفع شو؟ رفع عتب؟ لا سيد راسي ما حذرت، ما حذرت بنوب. تاني مرة بيكون زلمة بيحكي الكلمة وبينفذها مو قد لا يحكيها. شو جاهر؟ شو ابو نجيب؟ قال رايح على عزيمة ابو محمد. شيخ 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 يا ابو نجيب، الرجال عنده اهله من الضيعة، انت شو اخذك؟ لك شو اخذني سيد راسي؟ شو اخذني؟ لك مو انا كنت سهران، مو كنت متجوز وحده من عندهم الضيعه، شو بكون يا جماعه نسيتوا؟ لك هيك كنت متجوز بس كانت باطله ومحوله. امشوا يا جماعه امشوا، خلينا نلحق صلاه العشاء. امشوا امشي يا ابو نجيب، امشي صلي معنا بدل عم ندور على بطنك. امشي. انا بصلي بالبيت سيد راسي، بصلي بالبيت. لك يا ابو نجيب، الجماعه كلهم بيكونوا هلا بالجامع، ما بيصير تروح لعندهم، ما في حدا يستقبلك هني. شو هالحكي؟ ايه بنصلي بالجامع. شو فيها؟ متوضي. متوضى بالجامعة ابو رضا شباب. شرفوا شرفوا شرفوا. يا سلام. لا انا سمعت لكم كمان انه مرت المرحوم ام ادهم واخواتها بدهم يجوزوها. اخي الحرمة بعد ابوها وامها وجوزها ما لحدا. بس يعني مين بده ياخذها هي وراها ثلاث اولاد؟
لأنه الحلمة مثل ما بتعرفوا فينا رزق وشريط مين بيتبناها صحيح. والله أنا ما خفيت بالي يا أبو رضا. سيد راسي يعني هلا هنين بيعطوها لأي منك؟ ايه أبو نجيب بيردوا جماعة بدون السترة. شو أبو نجيب شافدنك معنا؟ أنا أعوذ بالله عليكني عم فرجي الأولاد عصنتوا شو دخلني أنا لا أعوذ بالله. لك اللي حيط قلبك لا تكون ناوي تخطبها. أنا؟ لا أعوذ بالله لا لا شوفك يا اختمار راسي مصاريف أنا الله يسترى الله يسترى. أمشي عنده مصاريف. يا سلام أتفرج. يا سلام يا سلام. إذا قلنا من الخان منطلع شي 10 براغيت باليوم 10 براغيت ها؟ شو هاد؟ لا عوصي بالله شو 10 براغيت 20 برغوت بقول لك يا